الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي، أحبتي في الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إن شاء الله ما أنت واحد يسحسننا فضل قيام الليل إن شاء الله تعالى، فضل الصلاة هبينك والاستاقة اللي هي والله كعو للصلاة والدعاء إلهي سبحانه وتعالى يظل لقد وانيه إن صلاة سنة أبينك لوقعه أو إلهي سبحانه وتعالى لقد وانيه لا نبري إلهي سبحانه وتعالى المحي فدي من إيرات كيد المحي هي محا أبا المرون لقوه لا تاسم إن شاء الله فقال لنا نبي صلى الله عليه وسلم محا قصوا أنه يريد عليكم بقيام الليل، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله ومغفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومضردة للداء عن الجسد. نبي صلى الله عليه وسلم وحأويلي عليكم بقيام الليل، قيام الليل وقادة قيام الليل كأقادة ومعني وحوي يوان أن كل الطالين يوان كل الدردار ما يأين قيام الليل سميسان هبينك الصلاة الليل وكعدان أسبابنا وشيء النبي أسبابه شيء النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت به إن وناك يا خير أولي هي صلاة الليل وحكم ده فإنه الدأب الصالحين قبلكم وددك وناسنا أيدين كوري دقن كودي ويان يقابك أدق مشرين يوحي سمين شرين ويان معني وحوي والدأب بوها وحي لازمين وحي سمين شرين بوها وقربة إلى الله إلهنا ولو قد ويدا وقربة وكي حديث كي حديث القدس وها يعني وحويا وما تقرب عبدي بشيء يعني وحويا نبي يعني حديث القدسي وحاهيد إن إلهي سبحانه وتعالى وحى أنا قد شعله يدوك يقصر له حويا مما افترضته عليه ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه يعني حويا أدوك كما زولو إنه نوافل يقصر له ودي الله عن شعله هذا معني وامحي نوافل شوى صدق دي أن طوعا هيد قف صدق ليست الشيء أو أنت كذي هين أما صدق الفدر هين أما صدق دي كلامالك هين أو صدق سيصو قف وحويا إن مرت صلاة الضوء أو صنها بتصدق توك توس صلاة الليل كوكا حويا نوافل بالوره نوافل ووحي واجب كوجها يومي أوت بديسي ويا هاي مركا إلهي بالقدر سبحانه ومغفرة للسيئات ذنوبته ووحلا قدر أفو ذنوبته ووح ذنوبته لقدر أفو ومنهاة عن الإثم ووح ذنبي قريبة محايا لي ذنبي إن الله سبحانه في سورة العنكبوت وحولي يعني وإن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني صلاة واحد ريبسة عن الفحشاء والمنكر. يعني واحد يلاه حن حن يمنكر أي ريبسة صلاة. ما هي على قفقة هذو الصلاة الدائمة. صلاة الصلاة أو صلاة هذه شيء وتكنيه أو لعلنا أكو خشوعيه. حوي وحوي أنواع وكذا ورسانة يا حمان تقفقس. ومضرات الداي عن الجسد. وأنا ميت كأريده. أن عذرك جدك كأريدة صلاة الليل هدو قفكو هبينك يستعب صلاة الليل الصمية عذرك أيها جدك كأريدة إلهي بس سبحانه وتعالى كقائل علينا ما دام كعي حل قيدتكو إمارتي نستنيين هردين ويستوي إلهي ستعب أو المريح النوع سلم وحيالها سيوة وحيالها حديثك النبرة وحويا وحالي نتصي وناق صلاة الليل وناق يسعى نتصي انت أبو ينوبهنا كو ينوبهنا إلهي ودوانا سبحانه وأبا هنا هيدتك وناسنا إن دقن كودي إلى نوع أنو صف كود كم من قطن معايا لي يعني وحويا قفك أو دتك وناس ليز كود الغدرة ودرجة سريويا وما يدعي الله ورسوله أن محايد أيد قران قايد يعني وحويا وما يدعي الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يعني وحويا قفك إلهي الضيعة الرسول كالضيعة وحو معود يهي ماركتي نبي ذا يا صديقين ذا يا شهداء يا الصالحين ذا بالهي سبحانه تتكون ناسا كواس الرفيقتان كودا أيا في عين هذه بالهي وحسن أولئك رفيقا وأوباهن إلهي ندوا نوباهن حايا لأداد إلهي ودواتي سيد حديث القدس كتشرتي قفك هدو إيسو دوادو ماركتي وما تقرب عبدي يعني أدون كي يقول يمسو دو هذا يعني كل بعض أدون كوسو دو هذا إلى هسدو كوسو دو هذا يعني واحد لو قد شيء ذا إنه قفكو
maaragtay acmaasha wanaagsan iyo taqwadiisu ay badato oo maaragtay uu faraa'iddii iyo wixii laga rabay sameeyo, sidoo kale wixii laga reebay ka fogaado, nawaafishii sunnayaasha badiyo, ilaahay buu dhowaanaya. Waxaa loo jeedaa ilaahay naxariistiisa ayaa u dhow isagana marka. Marka waa arrinan u baahannahay. Dembiga ilaa naga dhaafo u baahannahay. Maxaa yeelay kullu bani aadamin khataa wa khayrul khataa'iin at-tawaabuun. Bini aadmi waxa weeyaan dhammaantii waa dembi badane, kuwa dembi badanayaashana waxa u fiican buu ayuu yahay nebigu sallallahu calayhi wasallam, at-tawaabuuna kuwa toobadka. Marka dembigu in laga dhaafo waad u baahantay. Wax dembiga inaad ka joogsato oo aanad kuma dhicin kuu sababa waad u baahantay waa salaatulilki iyo kamid ah. Salaadii baa kamid ah, inaa salaata naha can ilfaxshaai walmunkar wamudratun lidaa'i can iljasad, waa caafimaadkii. Caafimaadkuna wuxuu kamid yahay min nicami illaahi subxaanahu wa tacaala, nimcooyinka ilaahay oo addoomihiisa siiyo. Marka aad baad ugu baahantay, maxaa yeelay haddaad caafimaad qabto, marka ay ka hadlayaan dhakhaatiirta oo kale ama luqada dhakhaatiirta marka lagu hadlay ama cudur la macneynayo waxa la yidhahdaa, cudurku waxa weeyaan wuxuu leeyahay waa negative buu kugu yahay, negative impact, yacni waxa weeyaan saameyn taban ayuu kugu leeyahay. Maxaa yeelay haddii iminka waxa weeyaan aada xanuunsato, lacagta horuu shaqaysatay ayaa kaa baxaysa adiga. Dhakhtarkaa tegeysaa, tigilkaasaa lagoranaya, baaritaan baa lagu samey, intaasoo lacaagkii baa waxaana laga helay baa lagoranaya, sawir baa lagu diray baa lagoranaya, madaxaaga soo sawir baa lagoran, dhabarka soo sawir baa lagoran, maxay ahayday dhiigag baa laga qadax lagu, intaasoo haddana dawaa lagu qori. Haddana marka maxaa dhacaya? Wixii aad shaqadii aad soo saari lahayd way meesha way ka baxaysaa. Maxaa bilaabmaya? In adigii kharash laga aw kaa baxo. Marka waa negative weyaan. Halka caafimaadku yahay positive oo maaragtay uu yahay faa'iide aad adigu haysatood dhuranayso. Oo maanta qofkii caafimaadka qabay waa shaqo tagayaa, waa soo xoogsanayaa, lacag buu soo qaadanayaa, wuu soo imanayaa. Waa positive weyaan, noloshiisii wax kaga bedelayaa, wax u baahnaa buu soo iibsanayaa. Laakiin markuu xanuunsado isaga ayaa jeebkiisii lagala baxayaa wax. Marka waxaa kugu filan intaa caafimaadku inuu dhimci yahay. Sidoo kale cibaadadii ilaahay hadduu salaatulayl samayn lahaa, hadduu soomi lahaa, waxaasoo dhan uu ka hortaagaya xanuunki. Maxaa yeelay fursadu ma haysto. Inkastoo nebigu sheegay sallallahu calayhi wasallam qof wanaagsanaan jiray oo maaragtay cibaadadiisu fiicnaan jirtay oo salaatulaylka iyo sadaqadaha iyo waxyaalaha wanaagsan oo dhan samayn jiray, haddii xanuun iyo ama waxa weeyaan xabsi iyo wax lamid ah ama haddii cillad timaado, cilladaasoo isaga u xoog sheegato, ka xoog roonaata oo macnaheedu u saamixi weyda inuu camalkii sii wado, ilaahay waa u qoraya subxaanahu wa tacaala camalkii hore u samayn jiray. Xadiis kale nabiga sallallahu calayhi wasallam waxa uu yidhi ina fil jannati ghurafan tura dhuhuraha min butuniha wa butunaha min dhuhuriha, yacni jannada waxaa ku sugan guryo, waxaa ku sugan markaad gudaha joogto dibaddaad wax ka arkayso, markaad dibadda joogtana waxa gudaha ku jira aad arkayso. Markaaba nin faqaama acraabiyun faqaala liman ya rasuul allah, waxaa kacay nin reer miy ah ayaa kacay, wuxuu yidhi ya rasuul allah, rasuulka ilaahay yaa loogu talagalay buu yidhi guryaha. Wuxuu yidhi nabigu sallallahu calayhi wasallam qaala liman adyaba alkalaam وأطعم الطعام وأدان الصيام وصلى بالليل والناس النيام. نبي يقول صلى الله عليه وسلم قفكي هذا الكوناسية قفكي هذا الكوناجية أما ددك هذا الكوناجية أي الله قلت لك حيري الكلمة الطيبة صدقة كلمة دوانا سنة وصدقة الكلمة الطيبة صدقة وصدقة. نبي يقول صلى الله عليه وسلم قفك كلمة هذا الكوناجية وأطعم الطعام وقوديع انتظر ويدعون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وصفات كدتك وناسن يا أهل الجنة ومما رزقناهم ينفقون وحن قهر صغير وحكم بحين أيام إدعام الدعام سمعي ما قال يالله يا ريساني أدو قف كوي ما دو كورا قاچا يا هيسا هكو دافن قاچا دا وإن عنتوي بي وإن عنتسيسو ما قرقا كسي أما هو تيل كجي حوي إدعام الدعام ووحوي مي حيا لي قف كدن حوي ينوح وحكو كلا توسي وقص عنايو ووحكو قبسانيا وعنتض عنايو هدو وايو وحوي مكعي كرايو وأدام الصيام قفك الصوم كدائمة أيا لو تلا قرويها وصلى بالليل والناس نيام يقفها بينك صلاة الليل وكعي تدكو هردة كان إلهي حقينيا قرويها ووناسا جنضا يقفك قدات شوكا واحد دمد أركي يقفك دمد شوكا واحد قدها أو أركي انت واحد إن شاء الله تعالى كسوك بكبين دون فضلك صلاة الليل كنتي مسوك كوبي كرنا وابدان تهي وحويا يعني وحكم ده وضيف وايد كم ده
oo halkan nimka aan xadiiska maana ku ooli laakiin aan adilla kale tusaysa in jannada maaratay inkastoo in xadiiska ma sheegna jannada inay tahay haddana suuratu as-sajda waxa ka mid ah macna ilaahay subxana wa taala markuu rabay dadka habeenkii gogoshooda ka dheeraaday abaalmarintooda xagga dambe lagu sheegay iyagana inay jannada helayaan tatajaafa junuubuhum عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي الله من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون إلى أهل وحر سبحانه يعني تتجافى وكتر كيسا جنوبهم دين عيضوا عن المضاجع قوله قوله هيك كعيا هو استاقى وصلاة للبو كعيا يدعون ربهم خوفا وطمعا يقول إلهي سبحانه وتعالى إن مارتي بريا خوفا وطمعا لبقى الرماد يا إلهي كبري سبحانه وتعالى خوفا من عذابي إنه إلهي عذابك كبد بادي وكبري إلهه نجن بتقول عذابه لي وضمعا أي ضمعا للجنة جنة إلهي نواه قريني أو ضمعا إلهه جنة هذا فرتوس نقول أرساق لي هم ينكي مركز الكردان أن ويا خوفا وضمعا مما رزقناهم ينفقون وحي للسيان وحي كبد حين يانوا هذه أشهر صدقته يدنا وحويا وكالما كواتك كشع معرتي ان قفكو انو جندا ويله سبحانه وتعالى كو عزومه او جنديسا كو اباليو ما هيلي waxa weeyaan sadaqadu waxa weeyaan waa ajarin arinkood ma sakayo marka salaad la sheeg hadii jir sadaqadna wala socota wa aqimu salata wa atu alladhi min al-bagha wa yuqimuna salata wa mimma rasaqnahum yunfiqun way marka ma xaq haga dambe ilaahay aad ku xigta waxa allah subhanahu wiri fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun nafi mu'ga waxa lo qariyay oo ilqabowsiya ma oga nafi adu maanta waxa weeyaan hadii magaalada laga sheekeyo hor magaalada suwaaynka waa meel qurux badan waa meel nadiifa waa meel shaqo fiican leh waa meel guriye saasale waa meel nolol jaban laga sheekeyo maxaad maysa wallahi meesha waa inaan tagaa soomaa janadi waxa lagu yiri yani waxa weeyaan ilaahay wuxuu yiri adu ilcibaadi saalihiin ma laa ayru hada wala udun samicat wala khatar ala qalbi bashar adoomahay goonaasan waxaan u diyaariyay waxaan iri arag dhigna maqal qalbiga bilaadin kuna suureysan karin haddii magaaladan iminka magaaladinka lagu sheegshay kariyo noloshooda nolosha jannada taala cidba ma soo koobi karaysa iyo waxa nimca taala marka meeshaas ilaahay subxaanahu wa tacaala ay naga dhigay ehelkeedii maxaa waxyaalaha sabab kugu noqday inaad gasho waa fadli ilaahay jannadu waa ilaahay fadli u bixiyo yaan laakiin asbaabta waxaa ka mid ah inuu qofku maaratay salaatul leelka daabi ka dhigto dhaqan ka dhigto habeenkii kaco ilaahay subxaanahu wa tacaala u maaratay baryo jannada firdows ilaahay weydiisto cadaabkiisana ka maangalo إلهي سبحانه وتعالى نوفضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.